انا صحيت من النوم لقيت طبق حبشتكنات كتير جدا. Je m'appelle Ali, je suis dans l'école française, je suis dans la quatrième année. Hallo, ich heiße Mohammed, ich bin 9 Jahre alt, ich bin in deutsche Schule. Hi, I'm Farida Al-Ulabi, I'm 12 years old and I go to an American school. Hi, my name is Ali and I'm 13 years old, I go to an American school. نعم, قصدي لا. عشان هي boring. بتفرج على أفلام قديمة عربي وأسود مع mommy's uncle. أنا بحب الأفلام العربي زي كبير ولازم أرجان ونيلي وشريهان. ماشي. بيتكلم كتير. هو حيوان بغاي عنده ايدين ورجلتين وبيعيش in the forest. كالامانجا يعني مانجا. ندعو يعني بيشتغل كتير. كأن حد بيتريق على حد. مقلوب مدروس. فاكهة خضرة مانجا يعني محامي. ايه ده؟ حاجة مر. سكر. بياكل سكر كتير يعني حاجة سويت. مفعوصة. حاجة صغيرة زي العنب اللي متفعص يعني حاجة مسنوقة. حاجة سكوشت. حاجة قديمة. لبانة. أستيكة. حاجة كده قديمة بس حلوة. هي كانت بتسأل عادة انت كنت فين؟ كنت قلقان عليك. انت فين من الصبح؟ انا خايفة عليك. فين من الصبح؟ انا ابتديت اتخض عليك. انت ليه ما بتصحاش؟ انا هضربك. سلامس حاجة زي جميلة بس ايه كل ده يا بشع؟ الشياكة دي يا حبيبي. الله الله الشياكة دي يا جميلة. لما شفت طبق المكرونة حسيت ان انا غنية. لو شفت مكرونة هاكلها. اما شفت طبق المكرونة حسيت بهنجر يعني جوع. انا اكلت ترمب امبارح. ترمباي عربية باظ. انا اكلت الترمباي على الغدا. الراجل حبشتكاني. انا صحيت من النوم لقيت طبق حبشتكنات كتير جدا. حبشتناك يعني وحشتك. انا عملت حبشتكنات في الامتحان. صفيف يعني هيصيف. توازنك صفيف. الولد اسمه صفيف. انا باكل سكوانة دلوقتي. السكوانة حاجة بتكون جنب الكرنب العربية. تعملك سكوانة كده. الولد ده عامل نفسه خبيث وبيشويش اللي جنبه. رايح فين يا شويش؟ شويش يعني نكنين. عشانك يا قمر اطلع لك القمر ما دام هواك قمر اطوعك يا قمر بحبك بحبك يا عشانك يا قمر هطلع لك القمر. بيحب حد هو بيقول ان هو شكله قمر فيطلع له القمر. اي حد يعني بيحب حد ويعمله كل اللي هو عايزه حتى لو يطلع له القمر. اللي هو بيحب حد للقمر. بس عندي سؤال بس هو هيطلع ازاي؟ لو تعرفوا معنى الكلمات اللي اتقالت لي اكتبها في الكومنتس.